اختار واحدة منكم واوصلها بكل ثروتي. اتوقع ممكن يتفرج. روحوا ذهبوا نفسكم الحين عشان ماما غنية بتشوفكم الحين. وانتي حبيبتي متزوجة؟ لا يما معنسة. انا شكلي قررت وابي هذا. ها؟ مناعي؟ هو يطول واحدة دمها خفيف كده. وقلت فيكي كل واحد يدخل علي يقول يا بشتري هدية لأختي. اليوم العالم اللي أخته ولا ما أدري. ورينا صورة أختك. ليش مسوي شيء؟ أنا خالد من الرياض. وأنا من أهل من الكويت. خالد راوهم حد يهتم بي كده عمرك. يعني ممكن سنابك ولا الواتساب عشان تعرف على بعض أكثر. شوف المواهب.